الناس ممكن يكونوا ناسينه ان انا اول لعيب في العالم عملت برنامج وانا بلعب. مش فاكرينه خالص. لا لا اول لعيب في العالم انا عملت وانا بلعب. لا لا بيت بيتك عملت. لا. انت لسه عندك 15 سنه اكيد ما عملتش. اكيد ما كنتش لسه عملت وانا على الحياه وانت في انجلترا. اقول لا يا عمي انا عملت وانا في بيت بيتك بلعب. الكلام ده سنه 2004. طيب 2004 انت عندك كام سنه؟ انا سنه 2005 عمل برنامج ميدو اتلندن في الاي ار تي في توتنهام. برنامج اسبوعي. يبقى انا قبليك. يبقى انا قبليك برضه. ماشي. اول وتاني. انا تاني بس انت اكبر مني ب 15 سنه. عمره ما بيسيبك تفرح. لا يعني لا. كنت داخل داخل. انا بديله فاكس. يعني انت عملت هايله. يعني عمره ما بيسيبك. انا بديله فاكس. 2004 ده انت كان عندك 39. 70 يعني 80 سنه. انت فعلا اول تعرف اول واحد اشتغلت في المجال. ايوه عملت بيت بيت. عملت بيت بيتك وانا بلعب كوره. لا والله. اه كنت بتقدم. بقدم حلقه او حلقتين في الاسبوع. ده تجربه برضه. بس حلوه كانت لذيذه. انا عملت برضه بيت بيتك ساعتها كان هو اقوى برنامج في مصر. ده كان ايه؟ كان بركه شقر رياضيه. كان اسمه ايه ده؟ بسم الله. كان مين؟ كان اول كان لا محمود سعد. كان ساعتها تامر امين. كان تامر امين. بس انا مش بعمل كل. انا في فقره كانت الرياضه كنت انا اللي بعملها كان يومين في الاسبوع. كان كانت حاجه جديده بالنسبه لي وكانت حلوه. يعني قعدت فيها بتاع سنه مثلا ولا حاجه. بس حلوه. من زمان حابب الاعلام يا سعد. لا حابب كان في كوره. انا بشوف دايما انا ما بصنفش اعلامي او انا بشوف اللي بيلعب كوره. احنا مش اعلاميين. احنا ناس بتاع كوره بنتكلم في اللي يخصنا. الاعلامي هو اللي يعني درس وبيتكلم في شتى المجالات يعني. لكن احنا ناس بنتكلم في كوره يعني. عمري مش هتكلم كان في السياسه ولا في الاقتصاد. مش شغلتي. لكن انا راجل بتاع كوره لعبت كوره وبطلع في التلفزيون بتكلم في الكوره. طب ميدو هنصنفه كاعلامي ولا ميدو بيتكلم في شتى المجالات ان شاء الله؟ لا ليه؟ لا بس البرنامج مش هتكلم فيه في شتى المجالات. هتكلم في الطبيخ. انا بعمل طبيخ برضه. ايوه بطاطس وزبده. انت هتتكلم في البرنامج في الطبيخ والله؟ مش شايف الكابتن زبده. الكابتن زبده.